خلينا بقى نتكلم شويه عن الصحف. انا بحب جدا برضو اروح اشوف العالم بيقول ايه، يعني حلو ان احنا نشوف نفسنا ازاي، بس المهم كمان ان احنا نروح نشوف العالم يعني اتكلم ازاي وقال ايه. طيب خلينا نبدأ بصحيفة المونديو الأسبانية، هي قالت كده تحديدا، قالت ضربة قوية للأرجنتين ضد السعودية. صحيفة ماركا الإسبانية عنوانت قالت قنبلة نارية تاريخية في وجه الأرجنتين. في بريطانيا كمان في صحيفة الديلي ميل قالت السعودية تتسبب في أحد أكبر صدمات ميسي عبر تاريخ كأس العالم أمام فريق مرصع بالنجوم وبهدف جميل صنع الفارق عن طريق سالم الدوسري. طيب صحيفة ذا سان البريطانية قالت اللدغة العربية ميسي يخلق في واحدة من أكبر خيباته في المونديال ويعاني المرشحون لقب بالهزيمة الأولى منذ 3 سنوات. وقفنا عند كده، لا تعال نروح نشوف فرنسا قالت إيه. في برضو صحيفة فرنسية ليكات قالت الأرجنتين تسقط من طبعا من أعلى، فا يعني حاجه بص يعني احنا ما بنقولش حاجه، اهو العالم هو اللي بيتكلم. ما بنجيبش حاجه من عندنا يعني يا حضرات. بس ده برضو لو جيت اتكلمت ده رد فعل طبيعي، وهي دي بقى المانشيتات اللي بتبقى محايده، يعني بتيجي تتكلم انت بتتكلم وفقا للواقع، ما فيش بقى صحيفه هتجامل فريق عن فريق او انتماء او غيره، الناس بتتحدث بالواقع اللي حصل. وفعلا انا شايفه ان كل المانشيتات دي فيري فير، او يعني يعني ما تبقى معايا كده مركز. نعم. ايه الفير؟ نعم، على اعتبار ان انا جاي هنا ترجمه فوريه مش بقدر معاك البرنامج. كانت ايه؟ ما علينا. انت قلتي ايه؟ انا ما سمعتش الجمله. يلا مش مهم. والنبي انت قايلها. كانت ايه والله؟ يعني كان في صراحه، في عدل. عدل اه اوكي. بس طيب. انا بحب جدا انا وكريم ان احنا نركز برضو على فكره المانشيتات، نركز على التويتات المختلفه من نجوم مختلفين في عالم الرياضه. امبارح ما اعتقدش يا كريم كان في استوديو تحليلي في اي دوله ما لا يتحدث عن التالق اللي كان في المنتخب السعوديه فيه فعلا، فنتمنى القادم يكون افضل. وتاني هرجع اقول عندنا ماتش المغرب، اعتقد برضو هيبقى فيه كلام كتير جدا يا كريم. أكيد. لان برضو المغرب في ناس تقول لك ان المغرب مش من المنتخبات اللي هي مرشحه لدور ال 16، في ناس ثانيه تقول لك بالعكس المغرب من اكبر المنتخبات العربيه المرشحه.